بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. بعد أن أنهينا قصة شامة نقوم بكتابة الأحرف التي رأيناها طبعا في اللغة الفرنسية. الصفحة 20 كنا قد رأينا لفويال أ ثم لفويال أو ثم لفويال أو. إذن نبدأ بحرف أ كما نرى. عندنا حرف أ أنه يكتب بالطريقة كما نرى. ثم نأخذ حرف أو ثم حرف أو كما نرى. لفويال إي لفويال أ لفويال أو لفويال إي. Après, qu'est-ce qu'on a? On a vu la lettre M. On a vu la consonne M. يعني أننا رأينا الحرف M أو الحرف الصامت M. هذه الأحرف التي رأينا الآن كلها أن لا تتجاوز هذا الخط الصغير. مثلا لا سيلاب مي هذه تنطق طبعا الحال دفعة واحدة. إذن سيتون سيلاب طبعا الحال. إذن كما نرى عندنا ام اي أنها تكتب في حدود هد السطير الدقيق، يعني أنها لا تتجاوز هذا السطير الدقيق. ثم عندنا كلمة ميمي ميمي طبعا الحال فيها جوج ديال لي سيلاب. إذن ميمي. نعيد هد الكلمة. إذن كما نرى كلمة ميمي. فالصفحة رقم 32 كنا قد رأينا لفويال أ لا لاتخ أن نو لا سيلاب نو. إذن رأينا أن أ نو ثم رأينا كلمة مامون. بعدها عندنا حرف أ إذن لفويال أ بعدها لفويال أ كما رأينا فيما سبق. طبعا الحال عموما من حيث الكتابة هناك أشخاص يكتبون بشكل مائل لليمين وهناك أشخاص آخرون يكتبون بشكل عمودي طبعا الحال على السطر وهناك آخرون حتى أنهم يكتبون بشكل مائل لليسار. ممكن أننا نكتب بشكل مائل إلى اليمين أو أننا نكتب بشكل عمودي أو نكتب بشكل مائل لليسار. عموما نحاول أن نلتزم قدر الإمكان ديال شروط كتابة هذه الأحرف، ولكن فيما بعد بطبيعة الحال كل شخص أنه ستطبع كتابته بطبيعة الحال مميزات خاصة، يعني أن كل واحد غيكون عنده الخط ديالو بطبيعة الحال مع الوقت
ان الانسان غتسمع عنده واحد الكتابه خاصه ديالو. دابا بحال الاحرف تبقى نفسها، لكن طريقه كتابه هاد الاحرف الناس تتغير شيئا ما. دابا بحال نكتب ان لا لاتر ان، أبخي أنا أن أ أن أ، إذن ن ن تقرأ ن. بعدها نكتب كلمة مامو. مامو كما نرى أنها تتكون من جوج ديال المقاطع اللفظية، إذا كلمة مامو تتكون من جوج ديال السيلاب كما نرى. لو مو مامو سو كومبوز دو دو سيلاب، إذا لا بخوميييغ سيلاب سي ما، أبخي أونا مون، إذا تنطق مامو مامو. ثم في الصفحة رقم 38 كنا قد رأينا لا لاتر أغ، ثم رأينا غي أغ إي تنطق غي، ثم رأينا غا أغ أ تنطق غا، ثم رأينا لا لاتر أل، ثم لا أل أ، ثم لو أل أ، ثم رأينا كلمة لو نوار، ثم رأينا كلمة لو نوار. لا لاتر أغ، ثم لا لاتر ار، حرف ار، كلي تنطقو ار، كلي تنطقو ار و كلي تنطقو ار، إذن لا لاتر ار. بعدها كنا قد رأينا لا سيلاب غي، غي ار اي، إذن ار اي تنطق غي. بعد رأينا غ أ، لا سيلاب غ، إذا المقطع اللفظي غ الذي ينطق طبعا الحال دفعة واحدة، إذا هذا سيتون سيلاب. بعد عندنا آل، طبعا الحال آل كما نرى أنه في حدود هاد السطر، إذا كما نرى لا لاتر آل. سي لا لاتر ال. ثم بعدها عندنا كما راينا لا سيلاب لا، لا سيلاب لا، ثم لا سيلاب ل، المقطع اللفظي ل، ل كما نرى. طبعا الحال كما تنشوفوا ملي تنكونوا طالعين بالقلم اننا تنهزوا شيئا ما، طبعا الحال مع النزله، طبعا الحال مع النزله اننا تنضغطوا عليه قليلا، طبعا الحال خاصنا نتجنبوا اننا نضغطوا على القلم بشده، خاصنا نتجنبوا اننا نضغطوا على القلم بشده، بحيث أن الضغط على القلم خاص يكون في حدود، ماشي داك الضغط اللي تيطراس على الورقة. إذا عندنا كلمة نواغ كما نرى، لو نواغ، لو نواغ يعني السواد، عندنا كلمة لو نواغ.
باش تكون الكتابة بشكل أحسن، يعني من الأحسن أن الدفتر يكون متوازي مع الذراع ديالنا، ما يكونش الدفتر أنه عمودي مع الصدر ديالنا، بل أنه خاصو يكون مائل ومتوازي مع الذراع ديالنا، باش تكون الكتابة أنها مريحة. ولكي يتسنى لنا الكتابة بشكل أحسن، لا بأس أن الدفتر خاصو يكون متوازي مع الذراع ديالنا. فالصفحة رقم 44 رأينا إي، ثم رأينا آ، ثم إن، ثم رأينا كلمات إن إيزين، ثم رأينا كلمات لوني. إذا نكتب لفويال إي، لفويال إي. إذا لفويال إي يكتب بهذا الشكل كما نرى. بعدها ثم كما رأينا يعني واحد، أو نتكلم عن الأداة التي تأتي قبل الكلمات لتدل على أنها نكرة. ثم كلمة إن، ثم كلمة إن. إذن تتكون من جوج ديال الأحرف، إن تتكون من ثلاث. إذن إن كما نرى، ثم إن إيزين معمل، إن إيزين. ثم كلمة لوني الأنف، ثم كلمة لوني كما نرى لوني، كما نرى أن زاد أن تنزيل إلى حدود السطر الثاني الدقيق، كما نرى لوني لوني. ثم بعدها، ثم في الصفحة رقم 50 رأينا لاليتخ بي، ثم رأينا با، ثم بي، ثم ب، ثم رأينا كلمة لو بالون بلو، ثم رأينا لاليتخ بي، ثم رأينا بو، با، بون، ثم لو بونطالون نوار، ثم لو بونطالون نوار. لاليتخ بي، ثم بعدها لاليتخ بي. طبعا الحال لا لا تخبي أنها تكتب بهذا الشكل كما نرى، وهي تشبه قليلا لا لا تخ آل. الفرق هو هذه الجزئية، الفرق هو هذه الالتواء التي توجد هنا. إذن لا لا تخبي. ثم با، ثم لا سيلاب با، يعني المقطع اللفظي با يكتب ب كما نرى. ثم بعده بي، بي تنطق بي، طبعا الحال سيتون سيلاب، إذن هو مقطع لفظي، إذن سيتون سيلاب، إذن هو مقطع لفظي، بي ينطق، بي ينطق بي.
بعدها ب بعدها ب كما نرى ب تكتب بهذا الشكل. إذن ب ثم كلمة لو بالون، ثم كلمة لو بالون، لو بالون، لو بالون. لو بالون بلو، البالون الأزرق أو الكرة الزرقاء أو الكرة الزرقاء، باعتبار أن الكرة هي تدخل فد لي بالون. لو بالون بلو. نعيد هذه الكلمة لو بالون بلو. طبعا الحل من حيث المبدأ كما قلنا أن هذه الأحرف أولا نلتزم قدر المستطاع بهذه الضوابط، مثلا أه أنها تبقى في حدود السطر الأول الدقيق، ثم أن آل أنها تكون في حدود السطر الثالث كما نرى الدقيق، ثم أن كتابة هذه الأحرف سواء كانت مائلة أو عمودية، سواء كانت بشكل مائل أو بشكل عمودي، طبعا الحال عموما تأخذ حركات بالقلم لكل حرف، لذلك طبعا الحال يجب أن تكون هذه الحركات مضبوطة بشكل أنيق، طبعا الحال يجب أن تكون هذه الحركات مضبوطة ومحسوبة طبعا الحال، مع الحفاظ على الشكل المميز لكل حرف طبعا الحال. إذا كلما كانت السرعة طبعا الحال مع عدم الضغط طبعا الحال بشكل قوي على القلم، إذا كلما كانت الحركة سريعة بطبيعة الحال ومضبوطة، كلما كان الخط أحسن، كلما كانت الكتابة أحسن، مع الحفاظ على إيقاع اليد بطبيعة الحال في كتابة الأحرف، يعني أن اليد تتخذ واحد الإيقاع عند الكتابة، إذا بطبيعة الحال هذا الإيقاع يجب أن يكون في واحد الاتجاه معين، يا مائل أو عمودي. إذا هنا بطبيعة الحال كما نرى نكتب لا لاتر بي، نكتب لا لاتر بي وليس بي، حرف بي أنه ينطق شيئا ما مشددا بالمقارنة مع حرف بي. إذا بطبيعة الحال حرف بي يكتب بهذا الشكل كما نرى، مينيسكيل بطبيعة الحال، كتابة صغيرة يدوية. إذا لا لاتر بي، ثم عندنا بو بطبيعة الحال لا سيلاب بو، أنه ينطق بطبيعة الحال دفعة واحدة، بو بي أو، بي أو تنطق بو. إذن كما نرى عموما نكتب بو بهذا الشكل. ثم با، ثم با، ثم لا سيلاب با. ثم طن، طبعا الحال حتى هو سيلاب مادام انه ينطق دفعة واحدة، ما تنقدروش نجزئوه مثلا اننا نقول مثلا با ان با ان، ميمكنش، اذا هو ينطق دفعة واحدة، اذا هذا طن هو ايضا سيتون سيلاب، هو ايضا مقطع لفظي حيت تنطق دفعة واحدة، ما تنقدروش اثناء النطق ديالنا اننا نجزئوه.
ثم كلمة لو بونطالون نوار، السروال الأسود، لو بونطالون نوار. إذن لو بونطالون نوار. لو بونطالون، لو بونطالون نوار. إذن هذا لو بونطالون نوار. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.